غادي نعاود لكم التربيه كيف ما قال هو. اييه كاين لي طماجور اللي غادي تقد تعاود لي اعاده الهيكله هو. كاينه حنا هما الاولين الا حنا مغاربه وكنعرفوا بحق المغرب، ضحينا من اجل المغرب. هما ما ضحاوش. شتو فين شتو؟ قول لي شتو لديوركم شتو لجيبكم شتو لصحتكم؟ مشيتي للسوق هاد يومين؟ مشيتي للسوق؟ انا ما طيبتش هادي شي شهرين. كيفاش ما كبش شهرين ما طيبتش؟ حتى ناكل الزرقاء ناخذ ساندويتش طون فرماج ب 10 دراهم والزيت دايره 25 درهم، اش غيبقى ليا؟ انا كنوجه لك بغيتي تعتقل اعتقل. انا قلت هذيك المره في الوقفه الاحتجاجيه الاولى اللي دارت بغيتي تعتقل اعتقل. انا كانت عندي معارضات مع هادشي اللي وقع، كان عندي معارضات ولكن قسما بالله العلي العظيم ما نسكت على حقي ولو ما عرفتش شنو وقع، لان هذا تيتسمى حق واحتجاج راه حق منصوص في الدستور او لا من حق اي مواطن متضرر من شيء انه يوقف ويدير وقفه احتجاجيه باش يهضر على حقه، انما ماشي خروج عن النظام. حنا وسط النظام، ماشي خارج عن النظام ولا تنديروا تنهرسوا النظام، لا حنا داخل النظام. رسالتي للمسؤولين يا يدا الحل، انا قدام هاد المغاربه كاملين، يا يدا الحل يا يفتحوا الحدود نخرجوا بحالاتنا. هادشي اللي غادي نقول لله، كنقول ديما كنقول الحمد لله والشكر لله. عرفتي علاش؟ حقيت حنا الفقراء ديما كنقولوا الحمد لله والشكر لله، وديما راضيين بداك الشيء القليل اللي كيخلينا نحطوا ونوصلوا على الحطه ونعسوا. ما كنقولوا لا فلان تابعنا ولا فلان حاضينا ولا فلان دينا ليه ديالو ولا فلان خدينا ليه ديالو. اخويا راكم قهرتونا وبدلوا المغرب ووزارة الدل. انا عطيكم عاوتاني واحد النقطه غنعطيها لكم من عندي. الرميز الوزير اللي قبل منه كان داير لينا لاكارت ديال الاراميل، كان كيعطينا 7000 ريال، وهذا راه حيد لينا 7000 ريال وقال لينا خاص غتخلصوا. الشعب الثاني اللي قلت قولوا طحان امو، هذا مغربي طحان امو بقى الكرامه. وعايشين تحت الصباط هذا مغرب الطاحونة هذا مغرب الطاحونة سلام الناس.